والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا نتنعم بالحضور بين يديك، واجعلنا نستزيد من محبتك. اللهم اجعلنا طالبين بلا هوادة نصرك وتأييدك ورضوانك وبركاتك. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على الأشرار الآن. التائبون، آية 112 من سورة التوبة. التائبون العابدون، يا سلام، نحن عباد، لسنا بعبيد، أنتم الآن عبيد، لأنكم استبدلتم التوحيد بالشرك، والنظافة والعفافة بالتلويث، والحق بالباطل، والجمال بالقبح، والإخلاص بالخيانة والمجر. إيش تبوا؟ أعنى كما قال ربنا التائبون، وهو يصفنا أجمل وصف، لأنه لا يمكن أن نوصف بمثل ما وصفنا به ربنا وسيدنا ومولانا وولي نعمتنا. التائبون العابدون، عبادة مش بتاع شكليات والرياء، لا، عبادة. قال إني صايم، هذاك تصايم تصوم لله، هذاك العمل الوحيد الذي ارتضاه ربنا له، وتصوم عن التوفيق وعن شهادة الزور وعن اني صائم وغاضب، ويبدأ يعزق ما يخلي حد جراح على مرته ولا أهل الطريق ولا شيء. التائبون العابدون الحامدون، تكون يعمل في ربك. نحن أعلى on celebre سيرون we are praising him، الحمد لله. الحامدون السائحون، يعني قاعدين يمشوا في دروب النور ودروب الشوق إلى الله ودروب الصوم عن اللهو ودروب الصوم عن تعذيب النفس وجلدها وغيره وغيره. السائحون، أنا الراكعون، يعني نركع حق نركع، مو جيود قالوا سمعنا وعصينا، احنا حق نركع. وادخل باب سجدا قولوا، ندخل باب الايمان وحياض الحضور بين يدي الله، واحنا مساجدون حقا، مش شكل بكلامنا ولا بحالات اجسادنا، بكليتنا وروحا راجع لربها بالتمام، طاهرة مطمئنة غير عاصية تائبة وإن عصت، ولا يمل الله في أن يغفر لنا ذنوبنا ما دمنا نطلب منه العفو ونطلب منه الفسخ لكل ما صدر عنا من سيئات. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون، بعد شوفوا السجدة إن شاء الله.